الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم. الله أكبر، الله أكبر، قصف عنيف على الغوطة الشرقية. الله أكبر. تزامنا مع صلاة الجمعة. الله أكبر. إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمداً عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، خير نبي اجتبى هدى ورحمة للعالمين وأرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. يا رب، يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف بنا ولا يرحمنا. اللهم هذا حال